فقبل أن نعطي الكلمة لضيفنا الكريم، يشرفنا بالحضور كذلك ولدنا البار محمد، وهو ابن الدكتور محمد رحابي. أهلا وسهلا ومرحبا. سيتحفنا بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، فيتفضل. بارك الله فيه. جزاكم الله خيرا. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم ما استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله تبارك الرحمن. تلاوة عطرة وأداء رائع. نعم الولد الصالح للأب الصالح. أسأل الله تعالى أن يباهي بك ملائكته ولدي في الملأ الأعلى، وأن يقر أعين والديك بك إن شاء الله، وأن يجعلك من الصالحين الأبرار. وفقك الله، ما شاء الله عليك. إذن دكتورنا محمد رحابي سيحاضرنا اليوم في موضوع شيق ذو أهمية كبرى على مدى حياة الفرد والمجتمع، تحت عنوان العلاقات الأسرية. فاصطحابكم لابنكم معنا الليلة أجمل نموذج لهذه العلاقات الأسرية. بارك الله في أسرتكم سيدي. آمين جميعا إن شاء الله.